هيبقى عامل معانا 30 جنيه شت ومبطن. 60 جنيه عباية نص 60 جنيه ملت ومبطن يا جماعة. معانا 30 جنيه شت ومبطن ب10 جنيه. البرمودة دي ب10 جنيه. عباية روانزا ب55 جنيه. ترنج شت ومبطن يا جماعة عامل معانا 30 جنيه. ده ب20 جنيه. ل 30 ده ب50 جنيه. ده شت ومبطن مبطن شتوي. 40 جنيه. يلبس ايه 3 4 سنين. وانزا عاملة معانا 55 جنيه بألوان اكس سايز يا جماعة ب25 جنيه. 45 جنيه ملت ومبطن شباب يا جماعة أطفال ب15 جنيه. 60 جنيه. دفاعه بيج سايز قطيفه حفر ب85 جنيه. كل ده ب30 جنيه ملتون مبطن جنيه. اطفال ب15 جنيه. ده عامل 40 جنيه. ده عامل 40 جنيه. 8 تفصيلها ب15 جنيه. هاتي الكاش بقى ب10 جنيه. دي كم امهاتي ب40 جنيه. البيجامه الحمراء دي ب40 جنيه يا جماعه. الاحمر في اسود دي ب60 جنيه. دفاعه قطيفه ببنطلون حاق. اي بيجامه صيفي هنا عامله 40 جنيه وبس يا جماعه. قطيفه حفر ب60 جنيه. ب30 جنيه. بيجامه بالبرمودا ب10 جنيه. هل اكبر في القطيفه دي هتبقى معانا ب75 جنيه. ب45 جنيه تيشرت ميلتون مبطن شنجر يا جماعه ب15 جنيه. قطيفه ب50 جنيه. ده 20 جنيه. ده ب30 جنيه ميلتون مبطن يا جماعه. بيج سايز يا جماعه ب60 جنيه. تمام. اي بيجامه اللي انتم شايفينها قدامكم دي عامله 40 جنيه وبس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. شتوي رمي سنتر يا جماعه من اول 10 جنيه. النهارده يكون معانا دفايات بناطيل شراويل دفايات حريمي دفايات اطفال. معانا تيشرتات شبابي واولادي. تابعوا الفيديو للنهايه لان النهارده عاملين لنا عروض ببلاش في اول الشتاء ومعانا كمان تصفيات صيفي. تابعوا الفيديو وما تبخلوش عليا بلايك وشير. بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عروضنا النهارده. ازيك يا جمال؟ عرض جديد. عرض جديد النهارده ضرب نار. ضرب نار. ترنج زي كده هيبقى بكام؟ كده بالوانه كلها. هينفع تمسك لنا التيشرت في ظهر البنطلون؟ البنطلون في ظهر التيشرت كده عشان نشوفه معانا. ده هيبقى بكام الترنج ده؟ 30 جنيه. ترنج اطفال هيبقى عامل معانا 30 جنيه شت ومبطن. تمام. اشكال منه كتير. لا ده كذا شكل. كذا شكل. بصوا ده شكل تاني برده اهو. بصوا كده. في منه كل دي اشكال. في منه برقبه. تمام. في اللي هو الراوند العادي وفي كابيشو من ورا. اسكرين الترنج فوق يا جمال بعد اذنك. تمام. بصوا كده عشان ناخد سكرينات اللي حابب ياخد سكرين على قطعه. تمام. بصوا يا جماعه الترنج القمر ده هيبقى عامل معانا 30 جنيه شت ومبطن. تلبيس مثلا سنتين ثلاثه. سنتين ونص. سنتين ونص ثلاثه. والله الاحمر ده يلبس ثلاثه برده. تمام. تسلم ايديك. عايز اقول لكم في منه كميات وكل دي موديلات. الوان كتير قوي ست. يعني كل موديل بالوانه. برده اللي هو الثري دي ده نفس السعر برده. نفس السعر. بصوا كده معانا. اهو ترنج شت ومبطن يا جماعه عامل معانا 30 جنيه. تسلم ايدك يا جمال. تمام. في ايه تاني معانا؟ ده بناتي. هتجيب لنا البنطلون معانا. الوانه في الوان تمشي بناتي وفي الوان البنطلون في ظهر الجاكيت كده. ولادي وبناتي. بس دي حته بناتي دي. عامل كام البناتي ده؟ عامل 50 جنيه. ده ب50 جنيه. ده شتوي ومبطن ب50. بصوا من جوه كمان ده مكستر من جوه يا جماعه. ده ب50 جنيه شتوي ومبطن. تسلم ايدك. مقاس واحد ولا مقاسات؟ لا مقاس واحد. مقاس واحد اللي هو برده يلبس ايه 3 4 سنين. يلبس معانا. ده اكبر من 30 شويه. ده اكبر من ده شويه يا جماعه. ده يجيب معاكم 4 سنين. عايز اقول لهم بس ان في رسومات كتير. لا ده كذا لون. لا ورسومات برده مش كلها رسمه واحده. كذا شايفه منها الرسومات. تمام. هنكمل معاكم بقى في دفايات اطفال شايفاها. الجمال ممكن برده ناخد البنطلون ده في طريقنا كده عشان ما ننساش. ناخده معانا برده كده. 25 جنيه بيك سايز. ده بيك سايز يا جماعه ب25 جنيه. جنيه ده شروال صيفي ب25 جنيه بيك سايز. تمام. تسلم ايدك. الوانه كلها متاحه. في برده حاجه زي كده معانا الدفايه دي. بصوا كل الوانها وما شاء الله كميه يعني مش قطع. بصوا دي الدفايه. واجي البنطلون معانا. عامله كام الدفايه؟ دي عامله 15 جنيه. ب15 جنيه دفايه يا جماعه اطفال ب15 جنيه. هي مقاس واحد. بص خامتها برده. هي مقاس واحد. انا مسكتها قبل التصوير. خامتها تقيله. حلو قوي محمله والله حلوه جدا. هي مقاس واحد. الوان تمشي بناتي وفي صبياني وبنات. بقول لك مقاس واحد. مقاس واحد. تمشي مثلا 6 شهور سنه على حسب الجسم. لا سنه تلبس. تجيب سنه. ما انا بقول 6 شهور سنه. بصوا اهي الدفايه دي يا جماعه دفايه اطفال. بص كده ست الكل. دفايه اطفال ب15 جنيه. تسلم ايدك. كذا لون وكذا شكل. رسومات والوان منها يا جماعه وفي كميات كمان. بصوا ايه ده شكل تاني منها برده. كل ده يا جماعه دفايه كامله بالبنطلون عامله 15 جنيه. 15 جنيه. دي بلاش مش تمن تفصيلها ب 15 جنيه. تمام. في تاني معانا؟ في معانا بصوا معانا برده الجلابيه دي. الجلابيه دي ب 40 جنيه بيك سايز. ب 40 جنيه. بص كيلو. تمام. عبايه بيك سايز ب 40 جنيه يا جماعه. تلبيس امهاتي. دي كم امهاتي ب 40 جنيه. تسلم ايدك. الوان برده متاحه. الوان كلها موجوده. بصوا الوانها هي يا جماعه كل الوانها. الوان في نجوم وفي دواير وفي ورد. كذا نقشه. كذا نقشه منها. تمام. بالوانها. معانا بقى دفايات الشتوي اللي هي اول المحارات يا جماعه من 13 ل 15 سنه. عامله كام؟ يعني تلبسها كويس. عامله كام قبل ما نيجي نشوف؟ مثلا دي 60 جنيه. دي ب 60 جنيه دفايه قطيفه ببنطلون حفر. استنى لنا بس البنطلون.
بصوا البنطلون يا جماعه حفر ليزر نقشات منها كتير بالوانها. بصوا كده معانا كل البناطيل الحفر يا جماعه نقشه ثانيه وكلها مقاس واحد وعامله معانا قطيفه حفر ب 60 جنيه قطيفه حفر ب 60. تسلم ايدك. بصوا كده برده الوان كتير وموديلات وفي شغل كتير يا جماعه موجود اهو زي ما انتم شايفين. كل البناطيل قطيفه حفر ساده والتيشيرت هو اللي مشغول. بصوا كده اهي دي دفايه يا جماعه قطيفه حفر ب 60 جنيه تلبس اول المحيرات. تمام. في ايه تاني معانا يا جماعه؟ في بقى قنبله الفيديو ده ترند الفيديو ده ب 10 جنيه ب 10 جنيه ده مبطن يا جماعه عملته مبطن ب 10 جنيه. بص كده بص اهو يا جماعه تسلم ايديك ب 10 جنيه في منه الوان كتير بقى موجودة. بس كله مقاس واحد يلبس ايه سنه ونص كده يا جماعه يعني سنة ايه ونص سنتين على حسب برضو جسم الطفل سنه ونص سنتين تمام وعامل 10 جنيه. جنيه الغامق والفاتح بتاعه موجود والوانه كلها. بص حاجه زي كده مثلا التيشيرت معانا ده تيشيرت شبابي عامل كام؟ انا لبسته عامل كام ده؟ سنة. تمام 45 جنيه ب 45 جنيه تيشيرت ملتون مبطن شتوي 45 جنيه برضه ست الكل مبطن اهو. تمام الشغل ده تسلم ايديك حلو قوي قوي. بص كده بصوا معانا كده دفايه بقى اطفالي اطفالي تلبس معانا برضو يا جماعه 7 8 سنين بص تجيب معانا عامله كام القطيفه دي؟ 50 جنيه. بصوا يا جماعه دفايه قطيفه ب 50 جنيه دفايه قطيفه عامله معانا 50 جنيه بالوانها ممتازه يا جماعه مش القطيفه بتاعتها حلوه قطيفه بره بس حلوه قوي قوي. بص كده ست الكل تحفه دي عامله معانا 50 جنيه تسلم ايديك. في منها كذا لون وكذا نقشه افتح لنا لون تاني. طيب لون تاني بصوا الاخضر بتاعه وفي شايفه المسترده في كذا لون الوان كتير تمام والاحمر بتاعها موجود الوانها كتير. دي البنطلون بتاع قطيفه عادي مش حفر يا جماعه ودي حلوه جدا دي عامله معانا 50 جنيه. عايز اقول لكم الدفايات دي تحفه حتى في التوقيت اللي بين الصيف والشتاء اللي هو الخريف تلبسوها هي بس كده مش فوقها ترنج ولا حاجه بتبقى حلوه قوي. دي بالنسبه للدفايات تمام. والتيشيرت اللي وراك ده عامل كام؟ التيشيرت اللي ورا ده بقى مفاجاه ده ب 30 جنيه ده ب 30 جنيه تيشيرت قمر زي كده ملتون مبطن ب 30. كل الالوان موجوده ان شاء الله يعني. بصوا كده خليني رفعه بس سنه. بصوا ده يبقى ب 30 جنيه ملتون مبطن يا جماعه يلبس معانا برده من 8 ل 10 سنين على حسب الجسم. بص الوانه كتير قوي ده الوانه كتير كل ده ب 30 جنيه ملتون مبطن الوانه تمام والهافان بتاعه موجود القفيل اسود الاحمر اصفر كل الوانه متاحه. معانا دفايه زي كده بيج سايز عامله كام؟ دي تلبس 100 كيلو او 110 وعامله كام دي؟ دي عامله 60 جنيه يا جماعه دي هتبقى عامله 60 جنيه دفايه بيج سايز يا جماعه ب 60 جنيه تمام. بصوا شايفه المسترده والكافيه والزيتي والرصاصي كل الوانها متاحه. ومعانا الدفايه اللي هي دي معايا دفايه زي كده مثلا خامه دي القطيفه دي القطيفه يا جماعه عامله كام؟ هترجع لنا سنه لورا بس يا جمال 75 جنيه. بصوا يا جماعه الدفايه القطيفه دي هتبقى معانا ب 75 جنيه كل الوانها تمام. تسلم ايديك بكل الوانها ب 75 تمام. في معانا حاجه ده دي قطيفه حفر ده دي ترنج بيتي حاجة خيال دي حاجه عرايس والله العظيم حلو قوي لو مش عرايس كمان ده تلبسها كبير تلبسها كبير جدا تلبسها كبير حلو قوي 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 هي كلها قطيفه حفر كده عشان تبان بس معانا. بصوا قطيفه حفر ليزر واخضر وكما هندي من فوق برده. بصوا دي هتبقى 85 افرد لنا كده يا جمال. بصوا دفايه بيج سايز قطيفه حفر ب 85 جنيه الوانها كلها متاحه كلها متاحه يعني الفوشة والاخضر والاحمر والرصاصي الوانها أنا كلها. بس تجيبي مقاس البنطلون معلش. بصوا كده معانا بصوا كده ما شاء الله يلبس معانا والله 3 اكس مرتاح قوي. تسلم ايدك تمام واشكال منها برضو. ونلحق بقى الكميات يا جماعه عشان الناس بتزعل بعد ما بتيجي باسبوع. انا بنزل لكم الفيديو يا جماعه والله يا في يوميها يا بالكتير تاني يوم بس اكتر الان بنزله يعني الفيديو ده ينزل ان شاء الله في نفس اليوم بس عشان بس تلحقوا يبقى غصب عننا فاحنا نلحق بس بصوا العبايه روانزا موجوده لسه عامله كام؟ روانزا موجوده وبنجددها وان شاء الله ربنا لانها ببلاش والله العظيم 55 جنيه عبايه روانزا ب 55 جنيه تسلم ايدك الوان برضو متاحه 90 100 كيلو مثلا يلبس معانا 90 مرتاح 90 مرتاح حلو قوي 55 جنيه 55 حد في مصر يبيع بالسعر محدش بيبيع روانزا خالص بالسعر ده عندي منها النقشه دي وعندي عندنا النقشه دي. بص كده يا ست الكل بصوا يا جماعه عبايه روانزا عامله معانا 55 جنيه بالوانها حلو قوي وتلبيس 3 اكس مرتاح حلو جدا الوان متاحه من كل اللي بتشوفوه ده. بصوا كده حاجه زي كده حلو قوي ده ملتون مبطن شبابي بكام؟ لا والله العظيم انا واخد منه لونين عامل كام؟ 45 جنيه ب 45 جنيه ملتون مبطن شبابي يا جماعه شتوي في النقشه دي في النقشه دي في النقشه دي برده بتاعت النايكي دي محترمه جدا ده برضه يا جماعه ب 45 جنيه تيشيرت مبطن شتوي 45 جنيه تسلم ايدك ومقاس اهو شبابي رجالي تمام تمام في منه برضه كل الالوان يا جماعه هو لون
2 3 4 5 كل درجات الوانه متاحه يا جماعه. درجات الوانه ان شاء الله ستة. كلها متاحه 6 كل ستة درجات الوانه ب 45 جنيه. تمام تمام. معانا ترنجات زي كده برضو شتوي بكابيشو عامله كام؟ 30 جنيه والكابيشو بتاعها فرو يا جماعه. والكابيشو بتاعها فرو زي ما انتم شايفين، وترنج زي كده هيبقى عامل معانا 30 جنيه ملتون مبطن يا جماعه، يلبس معانا برضو حد سنه ونص. اه بص سنه سنه ونص. في اشكال منه كتير. بصوا كده يا جماعه. حلو قوي ده. بصوا الجمال ده. الشغل زي ما انتم شايفين. كل ده يا جماعه ملتون مبطن. 30 جنيه اه. قادر لنا الكابيشو اللي ورا يبان معانا كده، كل ده ب 30 جنيه ملتون مبطن شتوي. تسلم ايدك. أه. الوان بقى واشكال منه كتير جدا. اشكال والوان ونقشات وطباع. تمام. في ايه تاني معانا؟ موضوع في حاجه زي كده مثلا. اه دي كبات كده يا جماعه سبورت عامله كام؟ 20 جنيه. ده 20 جنيه يا جماعه بالوان بالقطع عادي ب 20 جنيه. اللانجري اه. اللانجري لسه موجود عامل كام قلنا؟ 15. بصوا اللانجري يا جماعه ب 15 جنيه، في اشكال منه كتير على 15 جنيه زي ما انتم شايفين. في ايه تاني معانا يا جمال؟ في معايا حاجه زي كده بقى سويتشيرت فروك لايف ستايل. تمام. سويت شيرت ده عامل كام؟ ده ب 40 جنيه. ده عامل 40 جنيه معانا. يلبس اربع سنين خمس سنين. سوري يا جماعه صوتي بايظ خالص. اربع خمس سنين الله يسلمك. ده ملتون مبطن عامل كام قلنا؟ ده عامل 40 جنيه. ده عامل 40 جنيه. تسلم ايدك. في الوان منه كتير جدا. الوان كتير اه. بصوا يا جماعه كل درجات الوانه متاحه. كل ده عامل معانا 40 جنيه. بصوا كده باشكاله بالوانه عامل معانا 40 جنيه. تسلم ايدك. حلو قوي قوي والوانه حلوه جدا. والشروال ده قلنا بكام المدارس ده؟ الشروال ده ب 58. ده اللي هو الحاجه العاليه. بصوا الشروال ده ب 58 مقاسات يعني ولا مقاس واحد؟ لا مقاسات. ده 12 اكبر مقاس فيه. ده اكبر مقاس فيه وعامل 52 ولا 58؟ 58. 58 تمام. الوانه كلها تمشي معانا مدارس زي ما انتم شايفين. رصاصي ورمادي. الوان المدارس. الوان المدارس تمام. في ايه تاني معانا يا جماعه؟ في حاجه زي كده بقى كاش ده تكسير بقى. كسر اسعار بقى يا جماعه. ده ب 10 جنيه بس. ب 10 جنيه. بصوا الكاش ده يا جماعه كان ب 15 وبقى ب 12 ونص. دلوقتي الكاش بقى ب 10 جنيه. الوان منه. والله بكرره عشان بس بيكرر. عشان بفكر ان انا بنزل في سعر عشان عندي كميات. لا انا بكرره. تمام. تمام. ده ب 10 جنيه بس يا جماعه الكاش ده بكل الوانه. الوانه كلها زي ما احنا شايفين اهو الكميات. حلو قوي قوي. والشحن للجمله والكميات يا جماعه ما فيش شحن قطاعي للناس اللي بتسال. والاجازه الحد وبيفتحوا من 9 الصبح ل 9 بالليل. باشا انا عندي بقى تشكيله بيجامات. يعني هنقول ايه مثلا ممكن نخليها 40 جنيه. ب 40 جنيه. 40 جنيه. قدامنا دول؟ اه يا باشا. اي بيجامه فيهم؟ اي بيجامه فيهم ب 40 جنيه. نشوفها. بصوا كده معانا، ما عايز اوريكم بس. يعني بعد الاولانيه دي 28. يعني البيجامه دي ب 28 جنيه؟ اه. البيجامه دي ب 28 جنيه يا جماعه. بيجامه زي كده عامله 40 جنيه. 40 جنيه. اي بيجامه اللي انتم شايفينها قدامكم دي عامله 40 جنيه وبس. معانا دي بس. دي بكام؟ 75. دي ب 75 جنيه الفرزاتش اللي هي زي كده. اللي احنا جايبينها. اه دي الدفايه البيج سايز. بنتكلم على البيجامه النص يا جماعه. 40 جنيه. يعني البيجامه دي برضه هتبقى عامله معانا 40 جنيه. البيجامه الحمراء دي ب 40 جنيه يا جماعه، الاحمر في اسود. كل ده معانا ب 40 جنيه، اي بيجامه صيفي. يعني هي كانت مكتوب عليها 45. 45 وفي النهارده رامي سنتر بدل 45 و50 عمل لكم اي بيجامه صيفي هنا عامله 40 جنيه وبس يا جماعه. كل الموديلات اللي انتم شايفينها قدامكم دي. اول بيجامه بس اللي ب 28. تمام. تمام. بصوا معانا برضو البيجامه دي برموده عامله كام؟ البيجامه دي ب 30 جنيه. ب 30 جنيه بيجامه بالبرموده بتاعتها يا جماعه، البرموده ورا عشان بس لو مش باينه. ب 30 جنيه. 50 قطعه. 50 قطعه بس يا جماعه. بيجامه برموده ب 30. يا جماعه كل الوانها متاحه ان شاء الله. بصوا يا جماعه البيجامه دي بكل الوانها ب 30 جنيه. كل الوانها ان شاء كل الله. كل الوانها متاحه ب 30. معانا بناطيل جينز شايفه. معايا بناطيل جينز ب 75 جنيه. ب 75. مقاسات ايه؟ المقاسات مثلا من 22 ل 30. ل 30 دي عامله معانا كام؟ 75. 75 تمام. في حاجه اكبر شويه يا اولادي. مرحله اكبر شويه. مثلا اه ده من 30 ل 7 ل 36. لحد 36 وعامل كام؟ ده 90 جنيه. ده ب 90 جنيه يا جماعه، دي مرحله اكبر عامل معانا 90 جنيه. تسلم ايدك. بص الشغل برده باين. بجات من هنا يا جماعه وحبال وحاجات حلوه قوي تطريز برده. تسلم ايديك. تمام. بصوا معانا برضو البنطلون اللي زي كده. البنطلون ده شروال بناتي. تمام. ده ب 20 جنيه. ده ب 20 جنيه. 20 جنيه. بنطلون بناتي ب 20 جنيه يا جماعه. كل الوانه الوانه كلها متاحه زي ما انتم شايفين. كله باسوره وفي من غير اسوره. في باسوره وفي من غير اسوره. تمام. بصوا معانا برضو العبايه دي يا جماعه موجوده لسه اللي هي النصين دي. ترند قوي. النصين دي اللي فاضله ولا ايه؟ النصين دي اللي انا قررتها بصراحه. يعني انا كنت مخير ان انا اقرر اني ابني بيه الصيفي. تاني بيه صيفي. عشان اه. عامله كام؟ ب 60 جنيه. ب 60 جنيه، عبايه نصين صيفي ب 60 جنيه، مقاسها ايه؟ مقاسها مثلا نقول 95 كيلو عشان يلبس 3 اكس يا جماعه. اه. 85 90 حلو قوي. تمام. تسلم ايديك. في برضه عبايات تانية زي كده عامله كام؟ العبايه دي كام يا جماعه؟ العبايه دي ب 33 جنيه. ب 33.
بصوا كده معانا 33 جنيه بكل الوان. بصوا العبايه دي يا جماعه بكل الوانها عامله معانا 33 جنيه. تلبس بيك سايز برضو حلو قوي. في برضو الشورت ده يا جماعه. الشورت ده برمودا بناتي. برمودا بناتي محيرات بناتي انساتي. عامل كام؟ خفيفه قوي وجميل قوي. وسعره كام؟ ب 10 جنيه. البرمودا دي ب 10 جنيه. تسلم ايدك. تمام. تعبتك معايا وشكرا يا جمال على الفيديو ده. الله يخليك. احنا النهارده كنا عند رامي سنتر يا جماعه فيديو صيفي على تصفيات شتوي. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا وهسيب لكم كمان لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. انا هجيب لكم من عند الجراج ومحطه المترو. ده المسرح القومي. المسرح القومي ده جنب الجراج على طول. بصوا ده الجراج ده اول ما بنخرج على طول محطه المترو بنخرج من الشارع اللي بين المسرح القومي وبين الجراج. هنخرج على طول في وشنا هنا هنلاقي كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات مميزه للمكان. وعلى اول قدامنا كمان كده اللي هناك ده اسمه رصيف حلاوه. احنا المفروض هنمشي على طول لحد الوش هناك كده العماره اللي في الوش دي. همشي معاكم برضو واديكم علامات مميزه للمكان. هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه لكم المره دي التصوير بتاع رامي سنتر من اول المسرح القومي ومن اول جراج العتبه كمان عشان اللي مش عارف يوصل. انا صورت لكم قبل كده من اول شارع الجيش وفي ناس ما عرفتش توصل. فالمره دي صورتها لكم بقى من عند الجراج ومن عند محطه المترو كمان. هنعدي ونمشي كمان. ده رصيف حلاوه هيقابلنا في السكه كده برضو. هنفضل مكملين. انا بديكم علامات مميزه للمكان وازاي توصلوا. هنكمل على طول. احنا ماشيين من جنب كوبري الازهر. لو انتم شايفين كوبري الازهر اهو. احنا هنفضل ماشيين من جنبه على طول زي ما انتم شايفين. يعني لو خرجتوا من محطه المترو وبصيتوا على طول يمين هتشوفوا كوبري الازهر ده. هتطلعوا عنده وتفضلوا ماشيين من جنبه زي ما انتم شايفين كده. هنعدي كمان ده كده. ده شارع الجوهري وده بريموس. بصوا ده بريموس بعد رصيف حلاوه على طول. هنكمل بعد بريموس برضو ونفضل ماشيين. والشارع اللي قدامنا ده كمان شارع الجيش. يعني ده بريموس عند شارع الجوهري وده شارع الجيش. واحنا المفروض هنروح عند بتاع العجل اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. هنعدي الطريق كده ونفضل مكملين. انا ماشيه لكم بس من الجنب ده على طول عشان اوريكم علامات مميزه قدامي على طول. هنفضل مكملين وماشيين. هيقابلنا كمان منفذ بيع القوات المسلحه على شمالنا. هنفضل مكملين وماشيين على طول جنب كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل شويه اوريكم كوبري الازهر. احنا مكملين وماشيين لحد محل العجل اللي انتم شايفينه ده. هندخل في الشارع اللي جنبه على طول. ده اسهل طريق ممكن توصلوا ليه. بصوا على اوله سوبر ماركت اسمه الرضا برضو. هنفضل مكملين. الشارع ده اصلا غالبا بيبقى كله عجل. بيبيع عجل الاطفال عجل كبار زي ما انتم شايفين كده. مشايات بيبيهات. فهنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده لحد ما هيقابلنا المحل ده اسمه ماهر. احنا هندخل من جنبه على طول. بصوا هندخل من الممر اللي جنب محل ماهر ده على طول كده. يعني يمكن صورت لكم بدري عشان اعرف اديكم علامات مميزه للمكان واعرف اصور كويس. يعني لو كان استنيت شويه ما كنتش عرفت طبعا اصور خالص. هنطلع معاكم السلم زي ما انتم شايفين كده السلالم دي ونكمل. بصوا هنلاقي برضو مصنع قمر للبليسيه ابو قمر للبليسيه. هنكمل ونمشي. انا بديكم اي علامات مميزه في المكان تدلكم ان انتم لسه ماشيين صح لحد دلوقتي. هنكمل. احنا كده خلاص دخلنا مع بعض قربنا على سنتر رامي. بصوا هنلاقي شركة التبارك دي برضو. شركة التبارك دي على اول الشارع. هنخش من جنبها على طول من جنب شركة التبارك. هنلاقي هنا برضو دي اليافطة مكتوب عليها شركة التبارك برضو. هنخش من العمارة دي وهنطلع للدور التاني علوي مكتب رامي سنتر. احنا كده كنا خلاص وصلنا معاكم كوم الشيخ سلامة. من اول ما بدأنا نطلع السلالم اللي فاتت دي كنا وصلنا كوم الشيخ سلامة. اول ما هنطلع الدور التاني على طول زي ما انتم شايفين كده هنلاقي مكتب رامي سنتر اللي عملنا منه الجولة النهاردة. انا النهاردة بقى وصلتكم محطة المترو لحد المكتب فوق. يا رب تكون الجولة عجبتكم وعرفت اقول لكم على الطريق صح. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جولة جديدة ان شاء الله.